أسرة تقع ضحية انفجار لغم للميليشيا الحوثية في الحديدة، حادثة أحزنت سكان الدريهم هذا الأسبوع، وهي ليست الأولى، فبشكل أسبوعي تنفجر ألغام الميليشيات بمدنيين يسقطون بين شهداء وجرحى ومبتورين. على الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة زرعت الميليشيات بكثافة حقولا كبيرة من الألغام مستغلة التضاريس السهلة للقطاع الساحلي. العديد من الشاحنات المحملة بالعبوات الناسفة تستخدمها الميليشيات من معاملها في صنعاء ومحيطها، لتجعل الحديدة منطقة خطرة تهدد حياة السكان لسنوات عديدة قادمة. ميليشيات الحوثية منذ بدأت وعلى دأبها وكعادتها تزرع الألغام في مختلف المناطق، في الطرقات، في المدارس، في المستشفيات، في المدن، في البيوت، في المنازل، تستهدف المدنيين. الفرق الهندسية في الجيش الوطني ومشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يتفاجؤون بكثافة الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في الأحياء السكنية والطرقات والمزارع. وعلى الرغم من نزع آلاف الألغام من القطاع الساحلي، إلا أن ميليشيا الانقلاب مستمرة في زرع آلة القتل، وهو ما يهدد حياة السكان والنازحين على حد سواء. بالنسبة لزراعة الألغام من قبل جماعة الحوثي المتمردة الانقلابية التي اتخذتها وسيلة لحظ أرواح المواطنين المدنيين وتضعها في أماكن الطرقات وأماكن المرور المواطنين في مداخل المدن والقرى والجبال والسهول، فهي مجرمة بالقوانين الدولية والإنسانية، كذلك اتفاقية روما واتفاقية جنيف الثانية. منظمات حقوق الإنسان تستغرب من وصول اليمن إلى أكبر بلد في العالم مزروع بالألغام في الوقت الراهن، داعية للمجتمع الدولي التحرك ضد الميليشيات التي تنتهك القوانين الدولية التي تحرم زراعة الألغام. بلال الصبري، الإخبارية.